صنع. الأقراص المهلوسة يعني أنس هي مصدر فتاك وتضر بصحة وأمن المواطنين أيضا. نعم للأسف حسنتين، تظل الحدود الشرقية للمملكة بحسب مصدر رسمي تظل هذه الحدود المصدر الأساسي لتصدير الأقراص المهلوسة المعروفة بآثارها الفتاكة على صحة وأمن المواطنين. وقد قامت المصالح الأمنية المغربية منذ بداية سنة 2014 بحجز أزيد من 143 ألف وحدة من الأقراص المهلوسة، وحجزت سنة 2013 أكثر من نصف مليون قرص مهلوس. من جانب آخر، عالج المغرب دوما قضية زراعة القنب الهندي بكل شفافية وحزم دون أي مزايدات عقيمة، واتخذت السلطات المغربية خطوات إرادية بتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من أجل تقليص المساحات المزروعة وكذا للتجار بهذا المخدر. والمغرب بذل جهودا